بالنسبه للتامين على ما اظن كاين، لان فاش الحكم تيدوز الاختبار البدني وتيدوز لو ستاج تيمشي بوردورو من العصبه فيه الاسماء اللي مؤهلين للسنه اكس ويتم ارساله الى سيرونس. هذا الشيء اللي في اخبارنا. انا لحد الساعه انا هذا حاله كنقول لك منير مازال السي محمد رساله اش من سنه هذه؟ عاد سال العام اللي دار سالم التحكيم هذا عيا ما تابع البروجي ما عرف ما يتبع. لا اش من عام تصاب تقريبا؟ هذه واحد ثلاث سنين هكا، هذه واحد ثلاث سنين تصاب بحجره جات حجره طايشه في العين ديالو. ما مسوريش؟ عيا ما هذا ما عرفش لا بروسيدور ملي غادي يمشي في الملعب جات حجره في عينه. الا كان في الاستماع السي محمد بوكريني انا غير قلت لك انا اللي تنعرف انا شغلت واحد الفتره في العصبه شفتهم انا فاش يدوزوا التيست فيزيك وتيدوزوا التيست فيزيك وتيدوزوا لو سيمينار تتصوب اون ليست غير الناس اللي دوزوا التيست فيزيك والسيمينار تيقول لك هادو هما ديال سنه 2023 2024 ويتم ارسال ذاك البوردور لمن تيمشي للتامين شي حكم. وكانوا عندنا حالات حنا حكام تصابوا في التدريب تيتصلوا بالمسؤول الاداري ديال المديريه الجهويه تيقول لهم جيو عندي تيصوبوا ان بي في تيعطيهم نسخه ديال البوردورو تيمشيو تيقول لهم اما هاد لاكلينيك اما هاد لاكلينيك اما هاد لاكلينيك وفعلا تياخذوا العلاجات ديالهم. لكن خاصو الترويد تياخذ الترويد تنقول لك في الدار البيضاء هادشي كاين. انا المهم المسائل اللي داروا كذلك عبد الرزاق حازم اللي راه مازال دابا دار عمليه المره الثانيه ولا الثالثه ما كتنشحلوش على الركبه ديالو اللي كانت صاب حتى هو كانت صاب راه مازال دابا كيعاني وكيخدم في صوف ولكن غير ما مشاش في لا بروسيدور. لا بروسيدور هنا خص اللي غادي يوري لا بروسيدور لما الحكام ما كيعرفوش شكون اللي غادي يعطيهم المسؤول الاداري في المديريه الجهويه. دابا مازال انهم دالعين هادو جوج ديال الحالات غير ما عرفوش اللي كنعرفهم لا بالنسبه للسي عبد الرزاق حازم ولا بالنسبه للسي محمد بوكريني اللي تصابوا. نتمنى ان هذه المساله تفعل ويتندار فيها اجراءات باش الحكم يعرف حيت لك الوليد ما مسوريش نحيدوا هذا الميكروات ونخرجوا بحالتنا من هنا.